اهلا، صباح الفل عليكم. احنا هنا في المدينه القديمه، بقى في مدينه سويره، بازارات وكل حته هنا. ده اجمل منطقه، دي اول منطقه نزورها في الفلوج بتاع النهارده، الحي القديم في البازارات والاماكن والشوارع الضيقه. هنا بقى تشوف اصل سويره بجد، ومدينه من احلى المدن الصراحه. الفلوج هيعجبكم جدا، اتفرجوا على الفلوج كله عشان في كلام كبير قوي. يلا بينا نبدا اليوم بتاعنا. ماشيين في كل حتة هتلاقي المحلات اليوفب بتاعتها، تحس ان هي القديمة قوي كده، وكلها ملونة ازرق فابيض، هو ده اللون الرسمي هنا تقريبا. طبعا عشان المدينة ساحلية فهتلاقي اللون ده، تحس اللي هو واخد من طبع البحر قوي كده. المحلات هنا الصراحة احلى حاجة. بصوا المحلات ورايا الصغيرة دي، والبازارات دي تحس ان انت ماشي في متحف الصراحة. فالموضوع شكله جميل جدا. الشوارع الضيقة، بص هوريكم الطريقة عامل ازاي. بصوا المحلات هنا كلها، اجمل حاجة فيها انت حاسس ان انت يعني ماشي في دحاليز كده صغيرة في كل حتة، والشوبينج والمطاعم وكل حاجة. فده مسجد هناك اهو، لحد ما الجو لطيف، درجة الحرارة حوالي 28-27 في الرينج ده، فاحنا عايشين اليوم براحتنا. هنجرب حاجة هنا مشهورة اسمها مسمن، ده عيش كده وبيعملوا شوية حاجات كده، بيحطوا عليها جبن وشوكولاتات، بس طعمه خطير الصراحة. ممكن واحد مسمن. الجولة دي بقى ناخد نجرب كام حاجة كده فيها أكل المغربي عشان ناخد فكرة برضو. العيش ده اسمه مسمن، ممكن تحط بقى عليه شوكولاتات، جبن، أي حاجة كتيرة كده. 8 و3 درهم، ده يعني حوالي 6 جنيه مصري، يعني يعتبر رخيص، بس هو طعمه لذيذ، عامل زي الفطير المصري بتاعنا كده يعني، بس مختلف شوية. قشطة. مكملين الجولة بتاعتنا هنا في السوق. هو بص، هو خلاص السوق ده يعتبر زي خان الخليل كده عندنا في مصر، يعني هو فيه كل حاجة انت حرفيا محتاجها، محلات وهدايا ومطاعم وكافيتريات وكل حاجة. يعني الموضوع حلو جدا الصراحة، يعني انت ممكن تيجي تقضي اليوم بتاعك كله حرفيا هنا. حبيبي المغرب والله، ويلكم تو سويرة. الناس نفسها لطيفة، المغاربة نفسهم ناس لطيفة جدا. بص الشوارع عاملة ازاي، الشوارع الصراحة يعني الصور والمكان هنا خرافي، هو خرافي بمعنى خرافي. فخلينا نكمل التور بتاعتنا في الشارع ونشوف هنعمل ايه. ماشيين في قلب الشوارع والدهاليز، دلوقتي بقى هنطلع على احسن مكان معروف اللي اتصور فيه مشاهد جيم اوف ثرون. ده مكان هنا معروف لان الصوره من المدن واللي صوروا فيه جيم اوف ثرون، فمشهد معروف جدا. تعالوا نشوفه فوق كده عشان الجو من هنا رهيب. طبعا عشان المدينه على البحر فالهواء جامد جدا، فمش هنعرف نلف كتير، بس هنحاول على قد ما نقدر نوريكم المكان عشان خطير، هو خطير بمعنى خطير. يلا بينا. عايز اقول لكم يا جماعه، المنظر اللي ورايا ده انت اكنك في جيم اوف ثرونز بجد. جيم اوف ثرونز هو اتصور هنا، ومن حقهم اللي هم كانوا يصوروا هنا، لان المنظر رهيب. المنظر اللي ورايا هناك ده، القلعه في وسط البحر والصخور، شكلها رهيب جدا. بص كده معايا الصخور، يعني انت يعني هجيب لكم اللقطه من المسلسل، والقلعه هناك هي فعلا يعني 100% مسلسل فايت. منظر رهيب جدا وحلو جدا الصراحه، يستحق الزياره يعني. من الاخر احنا جينا بقى يا جماعه ناكل شويه with my friends here. شباب شباب هنا جينا ناكل شويه فراخ،
تمام. فرخه محمره، طلبنا فرخه كلها ايه، هم مستنيين عشان يور هانجري. هنا فرخه يعني حاجات مش صعبه اللي احنا ناكلها، فلافل ساندويتش، فهنديها شويه عشان نطلع نكمل اليوم بتاعنا عشان اليوم طويل الصراحه. اتغدينا يا جماعه، الاسعار يعتبر لحد ما في المغرب مش غاليه قوي، هي اغلى من مصر بسيكه يعني حوالي من 20 ل 30% زياده، بس الاسعار مناسبه عامه يعني. الواحد بيتغدى له هنا بحوالي مثلا 70 جنيه حاجه شكل كده بالمشروب، فالدنيا برده يعتبر لطيفه مش غاليه. فدلوقتي بقى ايه، خلصنا الجوله بتاعتنا في السوق، اللي عايز يعمل شوبينج بيخلص كل حاجه بتاعته من هنا. هنروح بقى السويره، اساسا اصلا قريه صيادين، ودي اصلها ولحد دلوقتي لسه بيشتغلوا في مهنه الصيد. احنا في سوق السمك بيصطادوا يعني جميع انواع السمك، يعني سوق السمك هنا بتيجي تاخد السمك وبتشويه زي عندنا كده في اسكندريه بالظبط وفي بورسعيد، فعندهم كميه سمك رهيبه جدا، والمنطقه اسعارها عامه رخيصه في السمك، فالناس اللي تيجي السويره معروفه لازم تيجي سوق السمك. احنا عايزين ناخد لفه فيه، المينا ورايا هنا هي على طول، بيطلعوا السمك من هنا على طول، بعد كده بيجوا يشوا السمك في اي حته من هنا. الاسعار بتاعتهم عامه تعتبر رخيصه يعني، فدي من احسن الحاجات لازم تجربها، تاكل سمك في السويره معروفه يعني، تاكل سمك في السويره. والسردين اكتر حاجه مشهوره عندهم، السردين اكتر حاجه مشهوره عندهم، سعر رخيص عامه وطعمه حلو جدا. انا اكلت، ما بحب السردين بس اكلت سردين هنا خرافي خرافي. بص المراكب هنا بتطلع بقى من البحر، بيطلعوا السمك وكل حاجه، الناس بتبيعوا هنا، تلاقي اسعار السمك هنا رخيصه عامه يعني ضح. وكده يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص من مدينه الصويره. الصراحه يعني مدينه تستاهل الزياره الصراحه يا جماعه. متنسوش تعملوا لنا فولو وسبسكرايب على القناه بتاعتنا على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام، عشان هننزل فيديوهات كتيره جدا من المغرب ومعلومات مهمه جدا لازم تشوفوها. يلا اشوفكم في فيديو جديد.